أول حاجة سعيدة جدا بهذا التنصيب، هذا التنصيب وأعتقد أنه يشرف كل مرأة مغربية، فكفنانة وكإنسانة كأم كمواطنة كمغربية أكيد أنتمي لهذا البلد العظيم، فهذا إضافة كبيرة لي لا الشخصي ولا الخزانتي الفنية، وسعيدة جدا بهذا التشريف ضمن برنامجي أشياء يعني بطبيعة الحال بالشراكة وبمعية السيدة الرئيسة نعيمة بدوي، كان قدم لها طبيعة الحال تحية كبيرة عبركم، كذلك الأستاذ غالي الكبير ديالنا طبيعة الحال، وكذلك تحية كبيرة للسيدة نجمة طيطاي اللي ما حاضر الحاضرة الغائبة معنا اليوم. فبرنامج حافل إن شاء الله أكيد فيه حصة الأسد هي للمجتمع، ف هذه المبادرة أعتقد يعني منظمة ككل، فهدفها السامي الأول والأخير فهو خدمة المجتمع كأم. وكنت لها بعد ما حد كاين الجائحة وعاد من اللي تبدأ الخدمة إن شاء الله ستكون بالمعية، لأنه غادي يكون عندي أكيد ناس اللي غيساعدوني. فتبارك الله السيدة الرئيسة قادة والسيد الغالي قاد كلهم قادين، فغادي تكون في الأول مساعدة أكيد، إحنا يد في يد كاملين نتعاونوا إن شاء الله. أنا الأستاذ ياسر الغالي محامي بعيد الرباط ونائب الكاتبة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للفنون فرع المغرب. تم اختيار الفنانة سعيدة شرف لأن أولا فنانة مغربية محترمة ومبدعة ووطنية تتهتم بالشأن الوطني وبالشأن العام، فنانة مثقفة، وحنا في المنظمة بحاجة إلى فنانين، لأن من الأهداف لأن أصلاً هذه المنظمة هي تجمع الفنانين والمبدعين عبر العالم، وحنا محتاجين الفنانين اللي عندهم هذا الحس الوطني واللي باغين يساهموا في النهوض بالوطن ديالهم في التنمية ديالو. إذا ما غلقوش ما أحسن من سعيدة في هذا المجال هذا. الكاتبة العامة الدور ديالها أنها دور رئيسي في المنظمة، أنها تتنسق ما بين جميع المؤسسات اللي داخل المنظمة، دور تنسيقي، تتنفذ البرامج ديال المنظمة، تتساهم كذلك في رسم برامج ومخططات كذلك لخدمة أهداف المنظمة، يعني دور محوري وأساسي. وسعيدة بأنها إنسانة نشيطة في العمل الجمعوي، بالإضافة إلى أنها فنانة فهي نشيطة في العمل الجمعوي، غتعطي قيمة مضافة لمنصب كاتب العام داخل المنظمة.